انتبه طيار. شكرا يا شيخ. علي، انت منيح؟ منيح منيح. مو قلت لك ما تنزلي من السيارة سيفدا؟ انت بخير؟ ايه بخير. مين هدول الرجال؟ وشو بدهم منك؟ ما بعرف، بس قريبا رح اعرف. انت بخير مو هيك؟ بخير. شنطتي. شكرا إلك، انت رجال شهم، صرت مدين لإلك. مين هدول الرجال طيار؟ وشو بدهم منك؟ ما بعرف، بس الكل بدهم مني شي. اذا عطيت لك كل واحد شو بده، بالاخير ما رح يضل عندك شي تعطيه غير روحك. بس انا قلت لك اترك هاي الامور. لا يا شيخ، هاد مو بسبب شغلي بهاي الامور، بسبب اني تركتها، من شان هيك هاجموني، بدهم ياني ادفع الثمن. بما انك اخذت قرارك ما رح خليك وحدك تدفع الثمن، المهم انك ما تتراجع بقرارك، وانا معك للاخير. شكرا لك. شيخ علي، سيد طيار، خلونا نروح على الصيدلية لضمض لكم جروحكم. ما في داعي. كيف ما في داعي شيخ علي؟ دويغو ما منروح. طيب ماشي، يلا. كنا رح نمسك طيار، بعدين اجى رجال فجأة وخلصوا منا. مين هذا الرجال اللي طلع؟ ما بعرف زعيم، أول مرة بشوفه، بس خطير كتير، قدر على كل رجالنا. طالما هذا الرجال مع طيار، من الصعب إنه ناخده. ناخدهم اتنيناتهم طالما هيك. روح عارف لي مين هاد، بدي أعرف كل شي عنه. يلا. شو صار معك سيد طيار؟ همي بعدين بخبرك. الحمد لله على السلامة، لا تكونوا تخانقتوا مع بعضكم. لا، أنا كان عندي مشكلة، والشيخ علي ساعدني فيها، الله يسلمه.
طيب وقفوا هنيك شوي، هلأ بجي. أمي روحي أنتي، أبي سأل عنك. ماشي دويغو ماشي. يلا والله ما بعرف أنتوا على شو عم تخططوا. أويغار عمي؟ جايب لك معي خبر كتير حلو، وأخيراً لقينا طريقة لنتخلص من علي. كيف شو قصدك عمي؟ اللي شوفي علي ماتاكاجي. مين؟ كيف مين؟ شو قصدك يعني أويغار؟ علي عمل مشكلة مع تاكاجي؟ كتير منيح. وهالشي بسبب طيار. طيار أعلن الحرب على تجارة المخدرات وما دفع تمن البضاعة لتاكاجي، لهيك تاكاجي بده يخليه يدفع التمن، بس علي تدخل بالموضوع. هذا الخبر أحلى خبر بسمعه عمي، بحبك كتير عمي، بحبك كتير. ماشي 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 ابني. يلا ما خلصتي؟ يلا علي خلينا نروح. طيب يسلموا ايديكي أنيسة دويغو. الله يسلمك، سلامتك، الله معك. شكرا يا شيخ. يلا تعال. لا أنا متعود. قلت لك تعال يلا. يلا رح أجي. طيب ماشي. عم وجعك؟ أنت لو قطعتي لي طرف من طرافي ما رح ينزف دمي أبداً. شو قلت؟ كنت عم قول فيك تضمضي لي قلبي كمان أنسي دويغو؟ هذا الشي مو من اختصاصي، بظن لازم تشوف دكتور قلب. أنا بعرف دكتور، بعطيك رقمه إذا بدك. ما في داعي. منيح لك، خليني كمل شغلي. ايه مين بيكون علي هور اوغلو؟ عضو منظمة سابق، كان أفضل واحد بالمنظمة، بس بعدين ترك هالشغلة وانعزل من زمان. وطبعا كل هاي الأكاذيب يلي الكل مفكرها حقيقة وصحيحة هي كذب. أويغار شو جابك لعنا؟ عمي بسلم عليك. الله يسلمه. وكان عم بيقلي انك علقت مع علي هور اوغلو. أويغار قلي من الاخير شو بدك مشان نختصر الطريق على بعضنا. طيب بما انه انا وانت ماشيين بنفس الاتجاه قلت منمشي سوا، لهيك جيت. الرجال يلي ورا علي هور اوغلو السيد كورت. تعرف السيد كورت؟ في حدا بالعالم ما بيعرف كورت بيك؟ علي عم يتظاهر انه تراجع وانعزل، بس هذا الشيء مو صحيح.
قرار إعلان طيار بأنه أعلن الحرب على المخدرات بسببه هو. إيه علي ما بيسمح ببيع الحبوب بالحي وتخانق مع طيار مشان هالموضوع، بس هلأ علي أثر على طيار، حتى سمعت إنهم صاروا سوا وراح يمحوك كمان. أويغار، المقابر مليانة بالناس اللي كان بدهم يمحوني وأنا يلي محيتهم، وعلي هاد وطيار رح ينمحوا. لوين؟ على المستودع. شو بدك تعمل بالمستودع بهالوقت؟ كانت رح توصل الأغراض. طيب انت تعالي معي لنشوفهم. لا طيار، كتير تعبان، تصبح على خير. برأيي انت كمان لازم تروح على بيتك وترتاح. لا، رح ينشغل بالي فيهم. طيب لك، تصبح على خير. وانت بخير. سيد طيار، سيد طيار، مرحبا. دورت عليك كتير، أخيرا لقيتك، قصدي سألت عنك كتير. مساء الخير. المساء صار أحلى بعد ما شفتك. أهلا وسهلا فيك بحينا. شكرا. بمستودع الأدوية شو بتبيعه بالضبط؟ حابة أني صير زبونتك. يعني لسه ما استقرينا. إذا بدك مساعدة أنا جاهزة. لا تعذبي حالك، أنا بعرف بالديكور كتير وبهالأمور هاي. أنا وسيد طيار كنا عم نحل هالشي أصلا، صح سيد طيار؟ شفتي؟ لهيك لا تعذبي حالك. شو كنت عم بتقول؟ بس لحظة، انتي روحي على البيت، أصلاً الوقت تأخر. طيب ماشي دويغو، مع السلامة سيد طيار، بس تكون فاضي بيجي لعندك. ازجي، شو بدك هودا فيردي؟ بتروحي معي على مطعم طيار؟ مطعم السيد طيار؟ ليش ما فكرت بهالشي من قبل؟ رح روح وخيم هونيك. هون في حشريين، لأنه مو حشريين، حشرة. حشرة شو؟ وين الحشرة؟ في حشرة على كتفك. هودا فيردي، الله يوفقك، شيلها عني، شيلها، كتير بخاف منهم، بعد عني، شيلها شيلها. ليش خايفة منها؟ هاي روح الله خلقها. من شو بتخافي كمان؟ مثلا أنا بخاف من الطيارات، بتطير لفوق كتير، بتوصل لبين الغيوم. شو هذا اللي عم تحكي عنه هلأ؟ وأنا شو دخلني؟ وأنتي كمان بتخافي من شي،
يعني في شيء مشترك بيني وبينك. أنا ما بخاف من الطيارة، حتى إني بحب طير كتير. عن جد عم تحكي؟ معناتها وأنا كمان ما بخاف منها. طبعاً إذا كنتي جنبي بالطيارة ما رح خاف أبداً. هودا فيردي، إذا بقيت تحكي معي بهالطريقة رح أعتبرها متعلقة علي. كيف يعني عم بعلق عليكي؟ إذا علقت عليكي رح توعي. أنتي نحيفة وأنا سمين. إذا علقت عليكي رح توعي. يا الله هودا فيردي، أنت كتير لطيف. قالت أنت لطيف، قالت أنت لطيف. شفت تصرفها؟ تعالوا معي على الصيدلية لضمد لكم الجروح. قصدك الأنسة دويغو؟ مين بده يكون؟ طبعاً هي يلي بشوفها بفكرة دكتورة، وهي بس صيدلانية بتقلي مسكي المقص. كان لازم قصلها شعرة بهذا المقص. شو هالحكي هاد؟ هي كانت عم بتقدم المساعدة، ما حلوة تحكي هذا الحكي. مو حلوة احكي هالحكي مو هيك؟ عفوا سيد علي، والله نسيت انك حدا لطيف كتير مع الأنسة دويغو. بس لا تقلق، وهي نفس الشي كمان. من وين عم بتجيبي هالكلام هلا؟ انت عم تتوهمي. الأنسة دويغو ما كان قصدها تضايقك، تأكدي. أنت لساتك عم تدافع عنا علي؟ ماشي، خلينا نسكر على الموضوع، مو وقته هلا. يلا على البيت. ماشي مثل ما بدك. هيك ها؟ أيوة زينب. مرحبا، أنا سنان، سنان أجيلماز. من وين جبت رقم موبايلي؟ مو مهم، كيفك؟ بصراحة قلقت كتير عليكي، ما شفتك هداك اليوم. بس أنا شفتك، ولو أنت دورت علي كنت شفتني. شو؟ كيف يعني؟ لو سمحت أنا بدي سكر، مع السلامة. زينب، زينب لحظة، شو صار؟ ليش هيك عم تتصرفي؟ إذا قلت لك إني بكره الإصلاح بيكون الجواب كافي؟ زينب اسمعي، معك حق، بس أنا اضطريت أعمل هيك. شفتي يلي صار؟ ما عندي أي مبرر إنك تشيل إصلاح سنان. لا تأخذني، بس ما عاد بدي اسمع أي كلمة تانية. زينب، زينب دقيقة. زينب الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق الخدمة. أوف يا علي، وين حطيت ملقط شعري؟ شفته شي؟ Hmm.
سيفدا؟ شو عم تعملي بنتي؟ ولا شي أمي، شو بدي أعمل؟ وينك أنت؟ عند علي. سيفدا فهميني، شو عم تعملي عند هذا الرجال؟ أمي أنا أخذت قراري، ما عاد بدي أهرب من علي. بس أبوكي قال. ما نسيت، وأصلاً ما رح أقدر أنسى. بس أنا ما بدي أدفع الثمن أنا وعلي بسبب تصرف أبي. سيفدا ما بيصير هالشي، ما فيكن تكونوا سوا هيك، بتكوني عم تدمري حالك يا بنتي، ما بينفع هالشي. رح ينفع، رح ينفع أمي وبتشوفي. الحب بيعمل المستحيل. أنا رح داوي جرحه لعلي، هو بيستاهل أكتر من أي حدا تاني. يا الله. عم قول مثلاً إذا حطينا الكنباية هون، وفينا كمان نحط الطاولة هنيك أو هون، بتطلع أحلى مثلاً؟ شو رأيك الليلي؟ يعني ما بعرف، بالأخير أنت رح تستعملهم، شوف أنت وين بريحك أكتر. بس أنت قلتي أنك رح تساعديني وتعطيني رأيك بالعفش، ولا؟ إيه قلت هيك، وعم قلك حطهم بالطريقة يلي بترتاح فيها، هي مو مساعدة كمان؟ بس أنا بدي تساعديني بتفاصيل أكتر من هيك. يعني أنا ما كتير بعرف بهي الأمور، هيك يعني. شو يلي ما بتفهم فيه؟ هنن كلهم كم غرض بس. معناتها منحط الكنباية هون وجنب الطاولة منشان تعدي، شو رأيك؟ ماشي. ليكني رح حطها هاي هون ورح جيب الطاولة، هيك صار تمام، عدي ارتاحي. وشو كمان؟ شو ضل؟ لا رح شيل هاي من هون. بعدين خليني ارتاح شوي. يعطيك العافية. شكرا. قلت كل هذا مشان سلامتي؟ شو عم بيصير؟ معقول انك غرت علي يا ترى؟ من وين طلعتي بهالشي؟ بعرف انك بتغار علي، لا تنكر. كيف عرفتي هالشي؟ شفت شالي عندك. ايه شو؟ انت بتغار علي، اخدت شالي وخبيته، لا وحرقته كمان، شو كان بدك فيه؟ غرت علي مو هيك؟ ما بتذكر. كيف يعني ما بتتذكر؟ على القليلة لا تكذب. انت مو تضايقت مني لاني اشتغلت بشركة اويغار؟ تعرفي كيف بيعملوا الشوربة؟ هلأ رح أعمل شوربة عدس طيبة كتير بتشوف. طيب ماشي، خليني بلش. وين العدس؟ بالخزانة وراكي. تمام. ها وهي حطينا الطاولة هون، كيف هلأ؟ مو حلو. تمام. شوف أنت. بدك تقعد قدام الشباك مثل مقعد المدرسة؟ إيه والله، عن جد أنا ليش حطيت الطاولة هنيك؟ طيب معناتها رح غير موقعها. طيب هلأ كله رح يتغير مكانه، الكنبايات منحطهم هون، ومكتبك منشيله من هون لهون. حلو ماشي، عجبتني الفكرة، معناتها ساعديني لكن. لا يلا، أنا بس بعطيك النصائح.
هيك لك؟ يلا. طيب. طيب، وين نحط اللمبادير؟ اللمبادير بعدين، خلص هدول أول. إيه صح. والكرسي؟ طيب شيله أنت، ليش عم بتقلي لإلي؟ يلا كمل شغلك. ضحكتك حلوة كتير. ماشي كمل. يلا إيه؟ يلا يلا. هون؟ هوني. الغاز ما عم يشتغل معي. رح ساعدك. ها اشتغل، ما في داعي. بصل. هدول كنت بدي احطهم للطبخة. في بصل هونيك، قطع واحدة تاني. كأنه وصلتني رسالة على موبايلي. ما بعرف، ما سمعت. لشوف. بلا. رسالة من الشركة. المعلقة بالدرج. كنت بدي أسألك عنها. وهي هاد لهون. شو ضل؟ شيل هدول من هون لهونيك. ماشي هاتي. يلا. ايه ليش وقفت؟ كمل. ايه يلا رح كمل. وأخيراً. طلع حلو كتير مو هيك؟ يسلم إيديكي. ليش أنا شو عملت؟ أنت يلي يسلموا إيديك. بلا عملتي، لولاكي ما عرفت شو بدي أعمل. أنت رسمتي اللوحة وحلمنا فيها سوا، وأنا نفذتها على أرض الواقع. يعني هاد أول حلم منبنيه سوا. مشاركة الحلم معك شي حلو كتير، وحتى
شي مثل الخيال. عم بتبالغ، كل القصة حطينا كم غرض مو أكتر. إيه هيك، بس نسيت أهم شيء. عندي مسهرية كمان رح تعجبك. لا 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 دويجو 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 فتحي عيونك دويجو دويجو. ألف الحمد لله. تعالي معي، أعطيني إيدك، تعالي، يلا 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 يلا. لا تخافي لا تخافي لا تخافي. انت يلي حفرت قبرك بايديك، اذا ما اخذت لك روحك ما بيكون اسمي طيار. وبتشوف دويجو، انسي دويجو، تعالي تعي. لا تعي. لا انت منيحة؟ تتصل بالشرطة، اتصل فيهم. ماشي ماشي لا تخافي رح اتصل. خلينا نطلع من هون اول. يلا أيجار،
اتضح معي انه مشكلتك مع علي هور اوغلو اكبر من مشكلتي. بس اذا انحلت مشكلتك معه وقتها رح تنحل مشكلتي انا كمان، يعني نحن شريكين بهذا الموضوع. هيك هيك بس اصحك تشيل هالشي من بالك ابدا، انا شريك بالربح وبس مو اكتر، واول ما ببلش يصير في خسارة انت يلي بتخسر لحالك، انا لازم دائما فوز. تمام، وانا كمان ما بحب الخسارة ابدا، هذا بيعني انه شراكتنا رح تضل قائمة. حلو، طريقنا طويل، خلينا نشيل العائق يلي قدامنا بالأول، وبعدها كله سهل. لا تقلق من هالشي، خلي الموضوع علينا، بالمكان المناسب وبالوقت المناسب علي رح يموت. طيار نجا من الكمين وفيدات طالب يشوفك. اللي بشوفه بعد ساعة. تمام. في شي تطورات؟ أويغار، حط ببالك لو إنه كان في شي موضوع وبيخصك كان إجا وهمس بإذنك أنت. صرتي أحسن هلأ؟ اتصلت بالشرطة؟ رح يجوا؟ ايه طبعاً، فيدات بحلها. أنسي دويغو، انت اجيت وجبت مشاكلك على الحي. أنسي دويغو، هدول الرجال هاجمونا من دون سبب. شو بدهم هدول الرجال منك؟ قلتلك أنسي دويغو، أنا مستأجر، فبظن عندهم مشكلة مع المالك مو معي. مو هاي دويغو؟ إيه دويغو، امشي. دويغو بنتي، وين كنتي؟ قلقنا عليكي كتير، كنا عم ندور عليكي، سمعنا صوت رصاص، انتو سمعتوا شي؟ كانوا عم يلعبوا بألعاب نارية بالشارع التاني، مو هيك؟ ها، ألعاب نارية؟ ايه يعني ما في داعي نخوفهم بلا سبب، مو هيك أنسي دويغو؟ شو الأخبار؟ خلصت أمور المستودع؟ ايه خلصت وكل شي تمام. ألف مبروك. ألف مبروك، وتشوف على وشه الخير إن شاء الله. شكراً لألكن، لنشوف إن شاء الله بيكون خير علينا. ايه إذا احتجت لأي مساعدة أنا بالخدمة طيار. شكراً كتير إلك. العفو، تصبح على خير، يلا بنتي. وانت بخير. تصبح على خير سيد طيار. وانت بخير. وهي الشاي صار جاهز وبدون سكر. اها، كيف عرفت اني بحب الشاي من دون سكر؟ أنا بعرف كتير أمور عنك. مثلاً بتحطي إيديكي تحت راسك لما تنامي، ولما بتتضايقي بتلعبي بشعرك. إيه، ولما بينبح الكلب بتفكري عواء ذئب. شو هاد؟ وكمان أكتر سلاح بتستخدميه وقت الخطر المكواية. لا تقرب وإلا بضربك، قلت لك بضربك، لا تقرب.
فيدات اللي وين هذا الواطي ابن الحرام تاكاجي بسرعة؟ ها؟ وين تخبى هي المرة كمان؟ دورت عليه بكل مكان؟ عم ندور طيار، بس يا أخي هذا الرجال خطير كتير، ما عم نعرف أي شي عن تحركاته، شوف كان رح يقتلك. بس نحن مرة قدرنا نداهمه ونقتل شوي من رجاله، مو هيك فيدات؟ قدرنا نعمل هالشي لأنه هو يلي بده، لو ما بده هالشي ما قدرنا نقرب منه. شو ما كان يكون فيدات، أنا رح لاقيه وخليه يدفع الثمن. هو عنده الشجاعة ليهاجمنا من بعيد، بس ما عنده الشجاعة ليوقف قدامنا من رجال لرجال. طيار، هلا بيكون تاكاجي حط خطته وناطر منا نتحرك، ما بدنا نغلط يا أخي، شبك؟ فيدات، أنت صاير كتير عم تحسب له حساب، ها؟ لو بدنا نفكر بنهايتنا ما كنا مشينا بهذا الطريق أبداً. تاكاجي ما بيخاف من شي، بدك يانا نحنا نخاف فيدات؟ بس يا أخي أنا ما عم قلك أني خايف، عم قلك لازم نكون حذرين، هذا اللي قلته. أنا ما بفهم بهالحكي هاد فيدات، بعرف أنه لازم لاقي تاكاجي، هو حط رصاص على أحلامي اللي كنت عم أبنيها، وأنا رح حط رصاص براسه يا فيدات. طلعوا طلعوا. نحن عم نتحرك طيار، إذا صار أي شيء رح نتصرف على حسب الخطة، تمام أخي؟ سامحني يا أخي، الوضع مختلف هالمرة، ما فيني خليك تقتل حالك. سيدي، حسب المعلومات اللي وصلتنا من تاكاجي، هو عم يستعد ليقتل علي. تاكاجي وقف اللعب مع المنظمة وصار يلاحق الموظفين السابقين. معلوماتنا ما كتير كافية، عم نتحرى عن الموضوع أكتر. بسيطة، حاولنا كتير نحصل على تاكاجي من الناس اللي متمسكين بحباله، بس ما زبطي، بس هذا الشيء رح ينفعنا بالأخير. بدنا نستخدمه كطعم سيدي؟ كل شيء رح نطفه عن طريق تاكاجي، وهيك كل أعمالنا مع علي رح نمحيها. فهمت علي؟ بس جربنا هالشي من قبل سيدي. هالمرة الوضع مختلف، هلأ في رجال قوي كتير عم يحاول يقتل علي ويتخلص منه للأبد. بكرة خلينا نشوف علي. حاضر. علي؟ زفتا علي، 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 شبك علي. زفتة، جيت لعندك زفتة، جيت لموت بين ايدك. علي، علي افتح عيونك، علي، علي، علي افتح عيونك بترجع. علي، 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 علي. علي لا لا سيفدا، علي سيفدا، سيفدا، يلا فيه. Thank you.
شو بدي أعمل من دونك علي؟ خلص سيفدا، لا تخافي، ماشي تمام.